سيد عبد الله، ما حقيقة انتشار الجيش الإيراني في بعض المناطق الاستراتيجية والحيوية في العاصمة طهران، وما دلالات ذلك إن صح؟ في حقيقة الأمر منذ أولى أيام الاحتجاجات هناك كان يعني تم وضع حماية للأماكن الحساسة والأماكن المهمة مثل الإذاعة ومقار أخرى للحكومة من قبل الحرس الثوري الإيراني. هناك الفاعل الرئيسي في الحقيقة في قمع الاحتجاجات أو انتشار القوات المسلحة هم الحرس الثوري. الجيش ليس له تأثير كبير في هذه العملية، لأن يعني بنوع ما تم النظام الإيراني لقد أعطوا قوة كبيرة للحرس الثوري على حساب الجيش. نعم، هناك قيادات الجيش هم مع الحرس الثوري أو من الحرس الثوري، حتى نرى اليوم يعني قائد قوات الجيش يعني أعلن نحن مع الحرس الثوري ومع الشرطة، كلنا مع بعض. لكن الصف الثاني أو الصف الثالث في الجيش هم نوعا ما متعاطفون مع الشعب وهم من أبناء الشعب، يعني حتى نرى كثير من البيانات التي تخرج وكثير من المتابعين السياسيين الذين لديهم تواصل مع الداخل يعني يظهرون ويتكلمون أن هناك انشقاقات من عناصر الجيش أو من عناصر الشرطة، فهم ليسوا مؤدلجين. هذا الصف الثاني أو الثالث ليسوا مؤدلجين كما الصف الأول في قيادة الجيش. فلهذا نرى أن النظام يعول على الحرس الثوري أكثر من الجيش طبعا، لأن هناك مخافة أن كثير من الجنود في الجيش أو من ضباط الصف الثالث في الجيش سيقفون بجانب المحتجين والشعب. فلهذا نعم، هناك انتشار للقوات في طهران في مناطق مختلفة في طهران، لكن معظمهم يتبعون للحرس الثوري. واليوم أيضا لقد أرسل بعض الناس من طهران صور لسيارات خاصة لشركات خاصة، مثلا لشركة معروفة في إيران، شركة تعمل في اللبنيات وفي المثلجات، ينقلون المجندين وينقلون عناصر الحرس الثوري للأحياء الأخرى داخل هذه السيارات حتى لا يكتشفوا ولا يتم إيقافهم. فالشاهد الآن عملية الاحتجاجات بدأ يتغير وتطور إلى شكل حيث أن بدأت الاحتجاجات تخرج في ما نقول أحياء مختلفة. هل بدأت هذه الاحتجاجات سيد عبد الله بالخروج عن سيطرة النظام؟ بدأت بالخروج عن سيطرة النظام أم ما زالت الأمور تحت السيطرة، سيطرة النظام والحرس الثوري؟ لا نستطيع نقول أنها خرجت تماما عن سيطرة النظام، لكن هو كر وفر بين المحتجين وبين النظام. في بعض المناطق مثلا في سنندج تم استيلاء على نصف المدينة من قبل المحتجين، والشرطة ليس لها قدرة، لكن سيأتيهم الدعم فيسيطرون على بعض النقاط. هناك بعض النقاط يسيطر عليها المحتجون وينسحبون وثم تأتي، لكن هي عملية استنزاف للنظام، وهذا ما يخشاه النظام. يعني النظام يخشى النفس الطويل لهذه الاحتجاجات. الآن الاحتجاجات دخلت أسبوعها الثالث، فإذا استمر 3 أسابيع وأشهر أخرى فهذا بطبيعة الحال بضرر النظام، لأن النظام لا يستطيع أن ينشرون كافة القوات في المناطق المختلفة، خصوصا الآن العمليات أصبحت الاحتجاجات أصبحت ليست متمركزة إنما في أحياء مختلفة في مدن مختلفة، فهذا ما يرهق النظام ويستنزف قدرات النظام. وبطبيعة الحال الاحتجاجات لا تستمر بهذه الطريقة، فهي تتطور إلى مراحل أخرى. لعلنا في قادم الأيام وفي الأسابيع القادمة نشهد تطورات أخرى. فالآن بدأ استهداف عناصر النظام، طبعا استهداف العناصر الذين يلبسون الزي المدني وينتشرون بين المحتجين، يتم التعرف عليهم واستهدافهم. وأيضا بدأت مناوشات هناك بين قوات مكافحة الشغب أو الحرس الثوري والمحتجين. طبعا هذا سيتطور إلى أمور أخرى، لعل هناك سيكون مثلا الاستيلاء على مراكز الشرطة ويكون الاستيلاء على بعض المقرات، لعلنا نشهد هذا في الأسابيع القادمة. لأن إلى أي مدى نعم سيد عبد الله، إلى أي مدى هناك تعويل ربما على الجيش الإيراني فيما يتعلق بالصف الثاني أو الثالث
أن تزداد ربما حدة الانقسامات أو حدة الانشقاقات جراء هذا الاعتداء اليومي المتكرر على المدنيين؟ هناك في أمل كبير أنها ستحصل انشقاقات، وقد حصلت بالفعل انشقاقات حتى في صفوف قوات الشرطة، أيضا في بعضهم انضموا للمحتجين، وأيضا هذا يعني يأمل كثير من المحتجين وحتى المحللين السياسيين أن كثير من عناصر الجيش سينشقون، وقد تصدر هناك بين فئة وأخرى بيانات يعني ويظهرون أنهم انشقوا، أعداد مجموعة من عناصر الجيش ينشقون ويعني يذهبون مع المحتجين، وهذا يعني في احتمالية كبيرة أن هذا الأمر يكون يعني يتسع هذا الأمر أكثر وأكثر. طبعا مع استمرار الاحتجاجات سنرى يعني سنشهد في الواقع مثل ما يقال يعني انقسامات كثيرة، أو أن كثير من الشرطة أو من الجيش خصوصا هذه الفئتين سيتركون عملهم أو يتوقفون عن مناصرة النظام، وهذا يعني فيه أمل كبير جدا. واليوم بالمناسبة اليوم اللجنة الأمنية لمحافظة طهران كان لديهم اجتماع، وحسب التسريب الذي انتشر يعني كان خلاف حتى في هذه اللجنة، أيضا هناك اختلاف بين أعضاء اللجنة على بشأن التعاطي مع هذه الاحتجاجات. هناك من كان يطالب بالقمع الفوري والقمع الوحشي، وهناك من كان يقول يجب أن نساير المحتجين، يعني يظهر هناك في اختلافات أيضا داخل هذه اللجان الأمنية التي تحكم المحافظة مثلا. فعلى العموم يعني كثير من هم في القوات المسلحة، أنا لا أقول الحرس الثوري، الحرس الثوري يختلف وضعه تماما لأن قوة مسلحة إيديولوجية، لكن الجيش والشرطة يختلفان قليلا عن بهذا الشأن. نعم. فنرى يعني إسامات أو نرى أن تساقط كبير في عناصر هاتين القوتين. نعم، وصلت هذه الفكرة.